صافي منى انت غدا ونجي عندك. صافي بما فاليت مع واحد المعفن عندي راه من الصباح هو شاد لي جوج شرويطات. تحرك نتايا من الصباح وانت كدير ليا بحال ما هكايا، راه باقي كيتسناك الغدا، راه باغا نتغدى غنباتو هنايا. بشويه المادام راني بجدي كندير، انت اللي مزروبه دابا، راه غنسالي الصابون وغنوض وجدت الغدا. انا ما بقيتش فاهم والو، انا تبدلت شي باش كتعاملي معايا هاد المعامله. المره الاولى فاش تجوزت بك كنتي كتصبني تصايقي كديري كلشي، وانا ما فهمتش راسي اللي وليتي كتقولي كنقول لك اه. والله ما فهمت شي حاجه وحق الله لحد الان ما فاهم والو، وليتي باغا تخاصمي معايا وليتي باغا تضاربي معايا وليتي كتقولي كنقول لك اه. راه والله ما فاهم شي حاجه انا وحق الله العلي العظيم. هادشي كامل مخبي عندك في قلبك وتبارك الله راك حاقد عليا. شوف انا لحد الان باقا كندوي معاك غير بالصمطه، راه باقي ما شتينيش مني كنتعصب. راه الكابي ديالك غنحيدهم لك انايا الا ما كتفهمش وما كتعرفش. راه فك الهضره بزاف نتايا. من هادشي كامل نطيب ليا من ناكل، راني فيا الجوع، راه دايره مع منى صاحبتي كتسناني. يلا نوض نوض راه كنتعصب انايا، نوض يلا نوض جا كتشوف فيا، دير داكشي للكوزينه وصب نحيد من حدايا. صباحات ولا يخ كان اللي كيعصبني. انا رجعت ديدير والمدام، انا راه بنتك كنصبن والغدا درتو قبيله كيطيب اقرب يوجد، وانت فين ما كتعصبي كتنوضي ليا باش تبقاي لي بهذيك الصمطه. انا حمي والله الزرق بارك عليا، انا بقى عندي فين غنزيد هاد العصادي، وصبرت معاك بزاف تقهرت انا لوبنا ما بغيتيش تحني فيا، ما عرفتش علاش والله ما كنبقاش فيك. انا راه انسان، انا راه بنادم، اودي اش نقول لك، ولا المرا تسلخ الراجل ما بقى ما يعجب وحق الله العلي العظيم. راك انت انا ماشي لخاطري ما فهمت والو، انا واش في الزنقه كنكون بحال السبع كنشد بنادم كنعضو بسناني وكنجي عندك نتيا اللي كتقول لي كنحضر راسي. والله ما فهمت هادشي من الناس وحق الله العلي العظيم. المهم انا دابا غنوجد لك الغدا، ما تعصبي ما والو، انت وحلتي علينا كاع الهضره ما بقاتش باغا تخرج. لا لا هذا بان ليا ما بقاش كيسمع الهضره كيف ما كان، خاصني نهضر مع منى تهضر ليا مع داك الفقيه السوسي ديالها وتقول لي شكين. وتحرك انا المدام كفيتشا كفيتشا اللي كتعجبك. ايوا وكاك وسخونه شي يلا واجد ما تعرفش دير هنايا شي حاجه غتحرق لينا الطابله. ناري 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 السلامه يا مولانا، انت فين تعلمتي فين؟ باقا سخونه سخونه راه غتحرق لينا الطابله. نوض قاعد نوض القهوه ما ناكلش انا تاكل شو تاكل؟ تاكل جنابك؟ وانا من الصباح وانا كنضرب في التمار وما ناكلش، الشاي ما كتحرمي عليا. علاش كتعاود لي انا؟ سير الباطو عاود لي، ما انا باغا ناكل انا، راه من الصباح ما كليت حتى شي حاجه، وزايد ما عنديش الوقت لك باش نبقى نتناقل معاك صاحبتي منى. سناني بسم الله. وقلبك صاح المدام والله. وبلاصه القلب عندي معده، يلا نوض حيد من حدايا. ونوض. ما ناكلش؟ نوض انا دويت معاك. انا نمشي ناكل في الزنقه عاوتاني انا. سير فما بغيتي يلا شقان طيب وادو نخرج ناكل في الزنقه. ايوا لا بغيتي ولا ما بغيتيش غنوض نزوقه. صافي ما تعصبيش انا غنوض نخرج. يلا نوض ندم كدير كاموني حنا سعدي وادي مشي للقهوه عاوتاني ونمشي ناكل في الزنقه. اش نقول لك المعده كيبان لي عزيز بدات كيطير منو هادشي، خاصني نمشي نرجع عند داك الفقيه السوسي اللي كيجمد لي الماء. ويلي على عزيز فيا ماتو كي كان
ويلي خليني ساكته، كيفاش شحال بنينه كيشد بنادم كيطردقو، كيشوفو بنادم كيهرب، ودابا وليتو دايره خاتم في يديا. ايوا غالب ديرها في الرجال وترجاها، وديرها في النساء ولا تنساها. ونو ديالو بنا عند داك الفقيه السوسي اللي كتعرفيه، وسيري عندو ودوري معاه وقولي لي نوض شوف لي شقيم على البركه الله يعطيك الصحه. انو ديالو بنا سيري. ريدا فين خوك؟ هاني صحيحه الله يحفظك. امور في خير؟ واش تخبر رشيد؟ اه نشوف طارت الدرب. الله يسلمك. كاين شي شيز ولا والو؟ والو تسلم. عارف غاطي الطلوات راه فين هاني خويا راسي؟ الله يحفظك اخوك. باش تجوج؟ علاش من تجوج صاحبي؟ سير يا خويا راسي من الجواز. علاش؟ ولكن سير بعد مني انت راك سمعت عليك شي هضره ما عجبتنيش. ماك سمعتي او شنو؟ وانت عارف وانا عارف. ما فهمتش فهمني. كيفاش فهمني؟ ماك حاكم فيك صاحبي انت راجل انت. وانا بعد منك اسمعني يا صاحبي. انت من انا غنسمع لك اسمعني اش بغيت نقول لك اصاحبي؟ واش بغيت تقول لي؟ انا راه ماشي لخاطري يا صاحبي، انت في الزرعه كنخرج بحال السباعه صاحبي، خرج نطنطن بنادم نضرب بنادم كندخل للدار صاحبي كنبقى اللي كتقولوا لي ما كنقدر نقول لها والو، انا براسي رايد صاحبي ما فاهم والو. وانا ما عارفش عليك هاك، انا عارفك اي واحد كتشدك وتملخو في الاخر مرتك صاحبي حاكم فيك الدرب كامل في خبارو. وراه متفق معاك اخو، راه دابا انا راه ما كتكونش معايا صاحبي. انا راك عارفين انت كيف داير، انا راه بنادم ناكل بسناني، ولكن ملي كندخل للدار اللي كتقول لي كنديرها صاحبي، كتقول لي عجن كنصبن طيب، وحق الله ما كنقدرش نهز فيها العين اخويا رايد، والله ما نكذب عليك. شي سحور هذا صاحبي. وحنا راه جينا عندك انت باش تنصحنا، باش انت تقول لنا سير بعد مني سير بعد مني اصاحبي. وانت كتقول لي تزوج تزوج، مش ماشي طرا لي بحالك. اخويا والله ما عرفتش هادشي مناش اخويا، وحق الله العلي العظيم. الدرب كامل صاحبي سايق في بابا، كلشي في خبارو، كلشي في خبارو، كاع هو مالو حاكمه فيه مرشو، كلشي في خبارو اصاحبي. شو وانا مع دختنا هذه؟ ايه يا صاحبي واش طيح شي الدل؟ حق ربنا ما بقاش قادر نهز راسي في بنادم اصاحبي. واش انا الخاطر يا ريدر؟ والله ما عرفتش كيفاش اصاحبي، وحق الله انا كنقول لك وحق الله ما عرفتش كيفاش اصاحبي، انا براسي ما فاهمش اصاحبي، كنبغي نضربها تحبس لي ايدي، ما كنقدرش اصاحبي نخرج عيني نضربها، انا ما فهمتش انا ريدر اصاحبي وحق الله العلي العظيم. المهم ريدر اخويا سير 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 عاد شوف قيه شوف اصاحبي الحاله هذه اللي ولي شوف فيها اصاحبي. سير لي يا اخويا مرشو حاكم فيه هو الدرب كامل في خباره وما جايب خبار، لا حول ولا قوة الا بالله. كتبان لي انت يا اللحم ديالك توحش العصا، ولحمك راه ولا كيموت على الصمتة، الا ما زوقتكش ما كتبردش وما كترتاحش. اتحرك عجن وصيب لي المسمن والبطبوط والبغرير، واش يا ما معلم الصنعة اش عندي ما ندير بك؟ اللي ما توكلنيش وما تشربنيش اش غندير بك؟ ما عندي ما ندير بك، انا باغا ناكل ونشرب. يلا تحرك دغيا ولا غنوض نزوقك دابا، راه كيبان لي راه توحشتي العصا. صافي سكتي انا غنعجن، ما عيجيش في هادشي اللي كديري، يومين نفس السيسين يومين نفس الهضرة، بقى مبغاش تشحن نابت الناس. انا براسي والله ما فاهم شي حاجه وحق الله العلي العظيم، انت كتقولي دير هادشي انت براسك ما كديريش، انت عمرني شتي انا كتعجني ولا كتصبني ولادي، كنتي في الاول في جلا تجوج بك، كنتي مر السيمانه الاولى كتعجني وتصبني ونديرو حنا شهر كاع، من بعد صافي وليتي عاطيها النعاس والماكله. اودي اش نقول لك، انا غنعجن انا اخر يامي غنولي نعجن. ياك سيدي مزيان تبارك الله، وليتي كترد معايا كلمه كلمه. ايواك سيدي الصمت ونضربني نوض نوض ضربني، انا غنوريك دابا شكون انا. ياك بغيتيني هانا الله يدالك، ياك كترد معايا كلمه كلمه. ويلي 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 كنت تعلم اش ندير انا؟ اش هادشي؟ كنت تعلم واش هادي زينه؟ كنت تعلم ماشي انا مع والو هادي، راه متعصبني راه متعصبني يا لبي ليا باغا نسمن انا باغا نسمن وانا دابا اش ندير اش ليا خوش سيدي عطيني تيساع قاتش لحم نشوف كمالك عدي يخطفو
لا 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 نتايا النوع ديالك ما بقاش كتقر مع الصمت. انت خاصني معاك العافيه نتايا القطبان نشدهم ونحميهم مزيان ونحطهم لك على الفخاد وعلى الفخاد وعلى الكرش وعلى النسال مزيان. هذاك النسال اللي كيطرد معايا الحضره. عجل لا باغي تعجن عجن ولا غنوض ندير خدمه يديه. عجن نتايا راه باغي دير ليا السكر نتايا الله ينعل على السلعه. شوفك لما حمله شاده في حبل انا فين كتنشوف انا مني تجوزت بك فين يا خيال يا عودو بالله. واش نقول لك المادام انا راه كنحاول ما قداتكش العصا ولا شي بغات ديري العافيه. ما قلت لك حني عليا انا راه كنحاول راك عارف انا ما عنديش مال عجينه. انا كنصبر لك كنطيب لك كنغسل لك الماعن كندير كل شيء ولكن العجينه انا ما كنعرفش ليها راه ما عندي ما ندير. هادشي اللي كاين وصافي انا كنحاول معاها انت يا هادشي اللي كاين المادام. شوف نقول لك جوج كلمات هاد العجينه ما بقيتش حاملك نشوفك لا انت لا هي كتبرك تعفن فيها وكتخسر فيها بايدك. نوض الكوزينه وزيد واحد شويه دقيق وجمعها ولولوبه وسرحها مزيان وديها الفران. يلا نوض تحرك نوض ساعتك سالات راه بزاف ديال الوقت ضيعتو معاك ولد العجينه باقي ما جمعتيها ما والو. عيقت يا صاحبي بزاف. وانا اللي كنعرف اللي كنديرو المدام اما تعصبيش بقاتنا العافيه حتى نتكوبيها. اش معنا عصا انا غنوض الكوزينه غندير داكشي اللي قلتي ليا غنزيد فوق الدقيق ونقرصها وغندير الفران. اما تقلقيش بقى لي على خاطر. ومشي نحضي لي يمشي يدير لي شي كاريته ولا شي زبله هذاك راه ما فيه تيق هذاك المسطي. على درب كيدير درب خاوي فين المهدي ما تسلمش عليا صاحبي سير غير حافوني واقف معاك صاحبي. ماكش انت صاحبي الاخر دايره انت درتي يا صاحبي وصافي سير الكعوه صاحبي غير حافوني واقف معاك صاحبي وغتحشم بيا الدرب كامل كيشوف فيا دابا. اش كاين الصايبه كحلة ما عارف والو دابا انت تتشغل تقول لي بحال راه تقول لي مرشك ما مرشك وقبيله شتك بعيني يديت الخبز للفران صاحبي وكتعجن وكتصبن وكتطيب وكتجفف وكتشقى ومرتك كتضربك بالصمتة. وانا الخاطر المادي انا ما عرفتش مالي صاحبي انت راه عارف كي داير انا في الزنقه راه كندخل عند الدار صاحبي ما كنفهمش انا كي خويا انا كنعرفك في الزنقه انت الرجوله ودوزت معاك الطفوله ديالي كامله اللي كتشدو وكتفرقعو ولكن جات صاحبي امراه قلبات لك كلشي واي حاجه قالت لك كتقول لها واخا ماشي مشكل والدرب راه ولا شاد بك الحتيت اخويا والله يا صاحبي راه بزاف الناس ما بقاوش بغاو يتزوجوا على قبلك نتايا. المهدي اسمعني اسمعني والله ما عرفت كيفاش انا صاحبي انا راه وتر كنمشي عندها صاحبي راه وليت كتقول لي كنقول لي اه صاحبي انا ما فاهم والو صاحبي وحق الله كيفاش داك الشيء الله اعلم. خويا عزيز المراه دايره لك التبيخه كلشي كيقولها سمعت الوالده في الدار قالت لي صاحبك راه مسحور ومرتو واعره خطيره سحرات لك باش اي حاجه قلتها لها تقول لها واخا 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 وقلت لها امي شنو هو الحل تقول لي راه كاينه واحد الشوافه سميتها ام الفاتحه شوافه هي واعره. خويا الا غتفالي لك هذا المشكل ديالك من كذبش عليك هاد الشوافه غتقصدها وهي غتشربك شي ما وغتقيه والله يجيب لك الشفاء خويا عزيز. حنا بغينا نشوفوا عزيز الراجل عزيز السبع اللي كيشوفوا بنادم كيتخلع ما بغيناش نشوفوا واحد اصاحبي حاكمه فيه مرتو وراه هذا هو المشكل اصاحبي. انا ماشي لخاطرك شيني في الزنقه كيف داير بنادم كيهضر معاك وهي صاحبي ما نقدرش نهضر قدامها صاحبي. دابا الحل الوحيد اللي عندك هو غتمشي عند الشوافه هي غتقول لك اش كاين انت 100% مسحور ملي كتضرب يدك كتحبس. والله يلا كنبغي ندير لك العيبه ديال اصاحبي ما كتقدرش تقول لي الوالده قالتها لي الوالده مسحور مسحور وحق الله صاحبي وليت كتقول لي كنقول صافي المدام وليت كنهضر معاها بالرطوبه صافي بقى كوني لي على خاطرك بقى لي على خاطرك. الحل الوحيد اللي عندك اخي هو غتمشي عند الشوافه قبل ما تخرج صافي الله يحفظك. سير عندها دابا خويا عزيز اخويا الله يحفظك باش ما كان رد عليا يبقى فيا الدري هذا مسكين والله ما عنده الزهر وكان بخير وعلى خير اتزوج ويتسحل ليه مرتو والله يسر اخويا الله يسر يا ربي تسر. ماما الشريفه راه صيفطوني عندك وقال لي راه مزيانه الما كتجمديه انا نعاودك المشكل ديالي مع المدام كندخل عندها
اللي كتقول لي كنقول لها اه، كتحكم فيا كيما بغات، تعطيني نعجن نصبن نصير نطيب لها الغداء، وملي كنخرج من الزنقه كنولي واحد اخر اللي كيهضر معايا كنبغي نضارب معاه وكلشي كيخاف مني، وملي كنمشي عندها هي كنولي بحال الحمار، كتقول لي سير هنا اجي هنا اجي هنا، ما كنقدرش نهز فيها حتى الراس، كنبغي نضربها يدي كيجمدوا عليا، وجيت عندك وباشك ديري لي الحل. الله يرحم الوالدين. ولدي باين عليك مسحور، ما يمكنش تكون في الزنقه بنادم ومني تدخل عندها تولي واحد اخر، راه ساحره قاتلك بالسحور، حيت في الزنقه خاصك تهضر كتهضر كتغوت كتضارب ما كتخلي ما دير، عاد كتدخل عندها وكتولي بحال شي حمار، راه ساحره لك ولدي. ولكن مني جيتي عندي صافي شاف فيك الله، كلشي غنبطلو لك كاع اللي دارتو لك غنبطلو لك انايا، اعول عليا. وهذاك الشيء اللي جيت عندك الشريفه عارف كتبطلي ليا السحور هذا، وهذاك الشيء علاش صيفطوني عندك؟ قالوا يا سير عندها راه ما غيكون الخير ان شاء الله، انا ما بقيتش قادر نصبر والله تقهرت بزاف، ولو صحابي كيضحكوا عليا قالوا لي انت كتخاف من مرتك، حتى مرتك دارت لك الشوهه ولا كتضربك ولا كتعطيك تعجان ولا كتعطيك تصبان، بنادم ولا كيضحك عليا في اخر ايامي انا عزيز، ولو كيضحكوا عليا في الزنقه، وداكشي علاش بقى فيا الحال ودرت المستحيل باش نبطل هاد السحور هذا، وداكشي علاش جيت قصدتك والمقصود الله، ودير معايا هاد الخير هذا وراه عمرني غنساهلك، واي حاجه بغيتيها راه نعطيها لك. زيد اوليدي حدايا زيد. ريح جيتي عندي بالنيه حاجتك مقديه، ما غتخرج حتى غتفاجئ ليك، هذا هو المضمون فيك الشريفه والله. صافي مني جيتي على امك فاتحه غرضك راه كله غيتقضى، بسم الله شرب بعدا من هذا الماء وغنعطيك البانيو غتقي كلشي اللي دارتو لك ديك الشلاهبيه، وما غتوقفك حتى حاجه. صافي زيدك شويه وتقي تشبركك معاها، مني عرفتي سحاره كنعد سوسه. وما عارفش انا راه الدري صاحبي مسكين هو اللي قال لي هذا راه غيكون سحور عندك. ايوا راه سحور اوليدي وساحره لك وبزاف. وي راه ماشي لخاطري انا، عرفتي شنو هو الوالده عرفتي كي كتف الزنقه بحال السبع، كندخل عندها وما كنقدرش نهز فيها الراس. ايوا كنبغي ندير لها وكنضربها يديها كيجمدوا عليا ما كنقدرش نضربها، وحق الله الوالده. ايوا راه غاسل بالصابونه ديال الميت. ياك داكشي علاش اللي يدير راكدين. وفي الاول كانت معايا مزيان وكانت كتعامل معايا مزيان ومخاصه معايا حتى شي خير، وعمرني درت معاها العيب الوالده. ورعيت مسكنو تيتمكن وراه ممكن حتى نفكرو باش كيديرو باش مكدويش باش شنو بدا كيشدني اه باش تقيا ممكن ولدي مفكرون باش تبقى بحال مفكرون، شوف يا عوينه وسكوت يا فوين، ممكن نسى الحمار باش تولي بحال الحمار، ممكن باخا اللي قالتها لك تقول واخا، بارك عليك ان شاء الله انت غتشافى غتخرج من شافي، امك لك باخا باش اللي قالتها لك تقول واخا، ياك مني تقول لك عجن ما كدويش كتعجن وتسكت تجفف وتسكت، وراه هو هذيك جلدة باخا اللي قالتها لك تقول واخا شويه شويه الحمد لله حتى غتبدا تتحسن، هذوك الظلام كلها غتحيد لك على عيني. عيني دو كيتحلوا. ايوا مزيان راه كانت عامية لك العيني. الله يرحم الوالدين. على والديك وعلى خواتاتك وعلى كل شو 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 حاشاك شو واش تلحتي. شي سباوات اللي لحتي. وي الله يحفظك. داكشي وليدي راه توكال. الله يعاونك اولادي. الله يحفظك. سمحي لي. الله يعاونك. شي حاجة راه غنزيدك إن شاء الله. صافي الله يجعل البركة. الله يخليك صحيح. غتقدر تاع الغرض هذاك هو سير الله يجعل ربي يحفظك. الله يرضي عليك اولادي سير. فيما تحس براسك تقالي تيجي عندي، الله يستر على هاد العيالات، تا الرجال رجال تا وباغين يقتلوهم، يا ربي تستر، يلا زيد اللي من بعدو. مصيبة كحلة، حنا ما غناكلوش اليوم، حنا اليوم صايمين، عندنا عرف، فين تعطل عليا د عزيز، خلاني أنا جيعانة ولكن غيجي غنزوقو مزيان. عاد تيجي على خاطر بيا ولا بيه؟ اهلا المدى كديرة جيش المدى. فين هو الخبز؟ بغيتي دابا ولا بلاتي؟ باغا دابا ويلي على دابا، فين هو الخبز؟
بابك في الفران. وليش ما تجيبوش معاك هذيك الساعه قبل تما تجيبو الغدا؟ تسولني على الغدا، شكون هما اللي في طيب الغدا، انا ولا انت؟ انا. ايوا سير طيبو بما طاب الخبز. دابا نطيبو دابا ولا غنزوقك؟ لا لا ما تزوقنيش المدام، الله باغي العافيه. انا مزاوق العافيه. لا والله لا لا كيبان لي خاصك العافيه انت. اشوفو كان المدام، انا نوريك كيفاش دير لي بالصمطه. نوري واش انت اللي غتوريني كيفاش ندير؟ تطبق هاد الصمطه. واش انا عمري صرفت معاك العار؟ واش عمري شمني شي حاجه ديال العيب؟ ما تنفق عليا. علاش ما درتيش شي حاجه ليا ولا دير بحال الكلب ولا جاي تقول انا نقول لك اه؟ علاش درتي ليا بحال هكا؟ ولا تسحري ليا؟ ما سحرتلك ما والو. اخر ايامي بنادم كيشوفني في الزنقه وهاد كعب سناني كنعضو بهم، كلشي كيهرب كيشوفوني كيهربوا، ولا جيت تسحري ليا انا؟ سحرتلك ما والو. تحت راسي تقول لي كنخسرش ليها الخاطره وشويه تخرج منا. شوف دابا تبعتي دوك الصحابات ولات كتسحر ليا، ولات ديراني بحال الحمار، ولات كتقول ليا كنقول ليها اه، ولات كنعجن نصبن نصير نطيب في اخر ايامي. بنادم كان كيشوفني في الزنقه كان كيهرب، بنادم نخلي ما ندير ليه، ملي كنجي عندي هي كنحبني كنولي. ولكن سير المهدي الله يرحم لك الوالدين اخويا، انت اللي فيقتيني الله يحرك فيك شي عظام اخويا، عمرني ننسى لك الخير اللي درتي معاه. والحمد لله بعد دابا ملي تفكيت وحق الله العلي العظيم، دابا والله الا بقيت شي تجوش بقى ديال راسي حسن، الموت ديال راسي، عيالات بقات فيهم الثقه. نوض نمشي نغير. ما عرفتش اش دار عزيز، والله ما عرفتش اش دار. اهلا خويا كعوة. المهدي ونظرة خويا بخير. السلامة. الله يحفظك ليا المهدي. صوتك تبدل صح. ويا صح وحق الله. اش كاين اخويا؟ سير الله يرحم لك الوالدين فاطمه. امين امين خويا وحق الله. عرفتي اش درت ليها؟ شبعت فيها عصا اخويا المهدي، شبعت فيها عصا. شفتي هاد الشوافه اش قالت لك؟ الشوافه قالت لي راه مسحور نتايا وادي، عطاتني نشرب واحد الماء. عرفتي اش رديت المهدي خويا؟ حاشاك عرفتي بقيت كنجبو واحد السحور اخويا. رديت هذاك الشيء اصاحبي معلك وشو اصاحبي يلاه شو درت لك السحور في الماكله حشومه عليها اصاحبي. شوف هاد العيال بقيت كنتيق انا في النساء ما نكذبش عليك والله بزاف اخويا وحق الله. تصرفتي فاز مع الخير وكنتي كتهلا فيها واي حاجه بغاتها كتجيبها لها. راك تعرف كل شيء اخويا المهدي، والله ما عمرني خسرت ليها اصاحبي. لا حشومه حرشات شي وحده ولا ما عاد تشوف اصاحبي، كنت عارف تطرق العيالات اودي الله يهديها وصافي. والحمد لله ما نرجعش كيف ما كنت يا صاحبي والله العظيم. ولكن بفضل ديالك وفضل الله سبحانه وتعالى. تخلص شي قهوه شي. ويلي تما شي قهوه اي حاجه بغيتيها مرحبا رجعتيني يا صاحبي بحال هكا. وبينت هذيك على حقيقتها وجريت عليها مشات بحال هكا. داك الشيء اللي بغينا اخويا والله. العيالات سي فين اخويا؟ بحالي بحالك اخويا. الله يخليك نمشيو للقهوه. ما كايناش اللي تبغيك بحال امك اصاحبي. شكرك اخويا بزاف. هاني نمشي مولاي. الله يحفظك. يلاه اشيك.